توا واحد كيما رياض النهدي أجيبوا للكرونيك. والله شوف انا راهو عندي مدرم يحبوني كرونيكور في برشا حصص وقلت معناها الفيصل معليش هذه برشا قعدت ايزيتي خاطر ديما الاكتور يحب روحه في السينما في المسرح في التلفزه كنت يسر معناها نقول الكرونيك شنو نعمل بعد قلت ما لها الا تجربه بعد كي خممت فيها قلت لي ما لا نجرب وجربنا من اول حلقه ولقينا مشات الحكايه لاني انا قعدت في الستيل نتاعي قعدت في الامور معناها ما كنت ماشي قاعد كرونيكور انا باش نكسر لهم رؤوسهم ونحللهم ما نعرف شنو خاطر كل واحد نصور عنده اختصاصه نعطي اراي اما انا الريجستر اللي قعدت فيه معناها الكوميديا حتى لي زانترفونسيون نعملهم يكونوا معناها فيهم هكا نفس كوميدي ما بنعملوا لي سكتش معناها خاطر ديجا عملنا سكتش صورنا سكتش ف أنا قلت يزمني نقعد في القالب متاعي كي حكينا مع فيصل والكيب الكل قلت خاطر هذيك أنا القالب متاعي ما نحبش نخرج ما نحبش نولي واحد آخر ما نحبش ندخل في بوز آخر أنا مثلا ممكن حتى الببليك اللي يحبك وحبك على حاجات ما يحبش يشوفك في الشيء ذاك فأنا قعدت نلعب في الريجيستر متاعي في الجو متاعي